اختارت هذه الفرقة الأردنية ألواناً مختلفة من الموسيقى لتبعث رسائل اجتماعية وإنسانية تتحدث عن الناس وهمومهم. لهجتها ربما أردنية محلية ولكن ببصمات إنسانية. موسيقاها التي تقدمها تستجيب لأمزجة مختلفة، ما جعل حفلها في لندن يأمه جمع كبير من الجالية العربية وكذلك من البريطانيين. توجهت دعوة لنا قبل حوالي 4 شهور لأوتوستراد تيجي تلعب في لندن. هو أظن يعني زي إنيشيتيف شخصي من ناس عزمونا نيجي نلعب في العاصمة لندن في بريطانيا، وهي تجربة كتير مهمة بالنسبة لنا لأنه لندن تعتبر عاصمة للموسيقى، فلأي فرقة بيكون كتير خطوة ممتازة إلها أنها تلعب في لندن دائما. أوتوستراد في لندن قدمت نماذج عدة من الروك مع الفنك والريجي إلى جانب اللاتيني، ويفخر شبان الفرقة بأن ما يقدمونه لاقى قبولا كبيرا ليس في الأردن ولندن وحسب، لكن في مصر حيث أسست الفرقة لها شعبية كبيرة وسط الشباب التواق إلى الكلمة المتفردة والموسيقى اللافتة في محتواها. وهيك موسيقى ريلاكسينج وحلوة، والأغاني بيغنوها هذا النوع ما كتير معروف بالعالم العربي. أوتوستراد تأسست في عام 2007 من 6 شبان أردنيين يطمحون في أن تصل أفكار وطموحات وتطلعات الشباب العربي وبلغة محلية إلى العالم عبر الموسيقى. أحلام العجارمة العربية.